حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟ الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مفترضة وهجرة فيها خلاف، هل تفترض أو تستحب؟ فهجرة واجبة مع القدرة الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما أوجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له والبراءة من الشرك وأهله وإظهار ما أوجب الله من الشعائر، هذه واجبة. كما هاجر المسلمون مكة إلى المدينة بما حصل من الكفار من المضايقة والأذى. والهجرة الثانية الهجرة من بلاد المسلمين هي ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب إذا ظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجرة عند جمع من أهل العلم، وقال آخرون لا تجب، ولكن يجب على المؤمن أيا كان المنكر هذا الطاقة بيده ثم لسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث، ولا تجب الهجرة. ومن قال بوجوبها قال لأن المعنى بالهجرة الكبرى سلمة الدين، وكذلك هنا إذا هاجر إنما يقول سلمة الدين، فإن إذا بقي بين العصاة المجاهدين وبين أهل البدع يخشى عليه يصيبه ما أصابه من البدع والجهاد في المعصية، فالقول بهجرته من بين المسلمين المجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يقل فليهاجر بل فليغيره بيده، فلهذا لا تجب الهجرة من المعاصي ولا تجب من بلاد الشرك.